الكابينة، معالي الوزير اللواء محمود عشماوي محافظ الأيوبية، أهلا وسهلا بيك في جامعة بنها بين أولادك وإخوانك في جامعة بنها، أهلا وسهلا بك. معالي اللواء أسامة سعود رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالأيوبية، أهلا وسهلا بيك، مشرفين على مشاركتك لينا في جامعة بنها والتعاون الكبير اللي تم في إتمام هذه الندوة. شكرا يا فندم. سيادة اللواء محمد توفيق مدير أمن الأيوبية، اللي احنا بنشعر الحقيقة بأمن وأمان واحنا بنتحرك، واحنا لسه مخلصين وقفة دلوقتي كانت متأمنة وكان أولادنا كلهم في أمن وأمان بفضل مجهودات الشرطة ومجهودات قواتنا المسلحة، اللي احنا كل مرة بنقول احنا مدينين للجهازين دول، جهاز القوات المسلحة وجهاز الشرطة بالمجهود الكبير اللي بيبذلوه من أجل بلدنا عشان نشعر بالأمن والأمان، عشان نشعر بالاستقرار. ده بنحيي ونبعت رسالة تحية ورسالة شكر إلى قواتنا المسلحة، رسالة شكر وتقدير إلى جهاز الشرطة. شكرا ليك. كل الشكر والتقدير لضيوفنا النهارده من النقابات، الهيئات والمؤسسات، تمثيل اللي موجود قدامنا. الحقيقه بنشوف الاجهزه كلها ليها تمثيل، برحب بيهم جميعا في جامعه بنها. كل التحيه لزملائي الساده النواب والسادة عمداء الكليات ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وأبنائي وبناتي طلاب جامعة بنها اللي دايما بفخر بيهم وبعتز بيهم. النهارده يا شباب انتوا ضربتوا مثل للتحضر، مثل لما عليه الشباب المصري من تفتح من وعي، اما وقفتوا وقفه سلميه ما فيهاش تجاوز واحد بنشبك وبنرفض القرار الامريكي بنقل السفاره الى او السفاره الامريكيه الى القدس الشريف. الحقيقه كان موقف جميل وموقف قوي ومعبر ان الشباب وهذا الحشد الكبير اللي كان متواجد في ملاعب كلية التربية الرياضية يكون بهذا الكم وبهذا التنظيم وبهذا الأمن والأمان والاحترام وعدم الخروج عن المألوف أو عدم الخروج عن أي شيء يمس أي حد، لكن هي كانت وقفة سلمية تضامنية بنقول إحنا بنرفض وإحنا بنأيد القرار المصري وبنقف خلف القيادة السياسية لمصر صف واحد وقوة واحدة رافضين لهذا القرار الجائر على حقوق شعب الفلسطيني، وستظل القدس عربية بإذن الله. حقيقة موضوع ندوة النهاردة موضوع هام جدا وبيجي في سلسلة ندوات احنا قمنا بيها واشتغلنا عليها. احنا شايفين يوم 6 كان عندنا ندوة عن دور الجامعة في مكافحة الإرهاب.